مستمعنا المنى مرشو على مواجداتكم أم فهم. صباح الخير من جديد مستمعاتي مستمعينا، لازلنا في مشوار فقرة صباح ونتمنى إن شاء الله تكونوا معنا مستمتعين. أجواء عطلة صيفية ممتعة لكل من كينعم بالعطلة واللي كيشتغل كيتبعنا ربما في مقر العمل ديالو أو في محله التجاري، بالرزق وبالخير وبالهنا. واللي منس معنا في طريق دائما دعواتنا لكم طريق السلامة وطريق الخير، والله يديكم على خير، سفر طيب إن شاء الله، ونتمنىكم تكونوا معنا دائما بصحة جيدة. شاف ديالنا حاضر كيف ما العادة بنصائح بأطباق اللي هي خفيفة سهلة واقتصادية واللي كتناسب أجواء ديال الصيف. شاف بن صبر صباح الخير. صباح الخير لله. كيف صبحتي؟ الحمد لله. كل شيء مزيان؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف صبحتي أنت بخير؟ لا الحمد لله، ما صباحة مع المستمعين والمستمعات أكيد غنكون مرتاحة ونكون فرحانة الحمد لله. طيب احنا اليوم شاف كيف ما العادة كنعطيهم دائما حويجات اللي هي خفيفة، طلبات كثيرة على بعض الأصناف من الأكلات اللي دائما كتحضر في ساعة واللي صحية أكثر واللي كتناسبنا في أجواء السفر، أو مثلا احنا مسافرين أو كنقضيو العطلة ديالنا أو حتى في دارنا بغينا نرتاح ومبغيناش نطيبوا بزاف. نعم. والأطفال عندهم طلب منك، باغين بزاف ديال الحويشات ديال ليكلاص. كنعرفوا ان الاقبال كثير كيكون على ليكلاص فهاد الصيف. دابا عندك ليكلاص فهاد الصيف هذا يعني كيستهلكوا بزاف، وكاين اللي تيقول لك باغي كلاص ديال الكلاص اللي كيدار في الزنقه ولا اللي كيدار في المحلات التجاريه وكذا. وان شاء الله نعطي واحد النوع ديال الكلاص اللي كيدار في الدار، اقتصادي وصحي بزاف، وغنوجدوا في الدار وعارفين اش غنوجدوا وسهل. كل المستمعات اللي كانوا طلبونا بوصفات ديال انواع المثلجات او الكلاص اللي هما ساهلين خفاف واقتصاديين، يقبطوا معنا ورقه وستيلو ويبداو بالمقادير. شنو غنحتاجوا شيف؟ الكلاص غنديروا عندنا جوج ديال الانواع ديال الكلاص. هذا الكلاص بحال شكل لاموس، بحال شكل لاموس، هو صحي ومزيان يعني للطفل، يعني كتعطيه شي حاجه اللي عارفه شنو كياخذ. الكلاص كنحتاجوا واحد لاكريم، كاين لا كريم اونغليز، كاين كيدير لا كريم اونغليز، كاين اللي كيدير اباري، كاين واحد لا ميثود اخرى، كاين اللي كيدير اباري جينواز، يعني الطريقه ديال الجينواز. الطريقه ديال الجينواز غير هي ما فيهاش لافارين، كيدار فيها. هادشي اللي انا فكرت، انا كنعرف جينواز يعني عجين. حنا كنسميوها اباري جينواز. نعطي الطريقه الاولى ديال لا كريم اونغليز ومن بعد نشوفوا الطريقه الاخرى. لا كريم اونغليز معروف، يعني عندنا اترو ديال الحليب، كنديروا 4 ديال الصفر ديال البيض و 200 غرام ديال السكر، وكنديروا شي نكهه يعني اللي غادي تسملي هذا الخليط ديالك. حنا نشوفوا حنا النكهه على حسب اللاموس كيفاش غادي، اما الشوكولا كنديروا الكافي. كانت عندنا مثلا عاديه مثلا بالفروك شاده كنديروا الفاني باش كنهرسوا داك الزفوريه ديال البيض. مزيان. طريقه ديال التحضير، وعندنا كنحتاجوا الجيلاتين ضروري الجيلاتين، ولا غادي يشدوا هذاك قبط سميتو باش يقبط داك لاموس. شحال تقريبا من الورقه ديال الجيلاتين؟ هنا اللي درنا اترو ديال الحليب كنديروا 5 ديال الورقه، 5 ديال الورقه ما بين 4 الورقات، 5 ديال الورقات ديال الجيلاتين. مزيان. الطريقه ديال التحضير، كنديروا حنايا الحليب وداك الفاني. الحليب كيكون بارد عندنا؟ لا الحليب غنسخنوه يكون دافي. ايوه يدفى. الحليب كنسخنوه مع داك الفاني ياك، وكندير واحد الاناء فيه 8 ديال الصفر ديال البيض، قلت انايا 4 وقيله ديال الصفر ديال البيض. غلط. 8 ديال الصفر. 8 اذا غنستعملوا 8 ديال البيضات. 8 ديال الصفر. نسخنوا الصفر بوحدو والبيض بوحدو. غناخذوا حنا الصفر. وناخذوا الصفر. البيض حنا غنحاولوا كيفاش غادي نديروا ليه. يعني تاهو باش ما يضيعش. تاهو باش يزيدنا النيت في السمكه ديال داك الكلاص او داك الموس. غادي يزيد يعقد ليا الكلاص. يعقد هنيت سميتو. كندير 8 ديال الصفر ديال البيض. 8 ديال الصفر ديال البيض مع 200 غرام ديال السكر. 200 غرام ديال السكر كنخلطها. ملي كنخلطها عندي الحليب والفاني ديجا سخنوا، كنزيد داك الحليب والفاني كنزيدوا على داك البيض. داك البيض وبيض والسكر كنزيدوا كنخلط مزيان، كنخلط هنا نكونوا حيدنا من فوق النار، يعني ما نكونوش على العافيه. لا باش ما يطيبش ديال البيض. راه 8 ديال صفر البيض و200 غرام ديال السكر في اناء. ياك؟ يعني داك الحليب الحليب ديجا سخن كنحيدوه، كندوزو كنكبوه في هذاك الاناء. كنكبوه على داك وانا كنخلط. كنخلط مزيان. علاش؟ باش ما يطيبش ليا البيض. الحليب سخون ومع البيض راك عارف. المهم كنحرك مزيان، كنزيد شويه بشويه 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 حتى كنكمل داك الحليب ديالي مع داك الحليب ومع داك البيض والسكر. مزيان. ديجا عندي جيلاتين في الماء. كنحطها في كنرطبوها في الماء. مزيان. ملي كنحرك هذا الشيء كيولي داك الخيط ديالي اوموجي، كنعاود نرجعو لكاسخور. وكنحطو فوق العافيه مهيله بزاف. وكنبدا سباتيلون بوا
كنبدا نحرك على شكل 8 مع القد ديال الخشب كنبدا نعمل حركات بحال كندير 8 بحال كنزيد 8 وبشويه بشويه كنهزها من لتحت يعني من لتحت وغادي كنحرك. حنا كنا ضفنا جيلاتين ولا مازال؟ باقي ما ضفناش الجيلاتين باقي ما ضفناش الجيلاتين خصنا تطيب لنا ذاك الكريم اونجليز باش نعرفوا بانه صافي وجد لك كريم اونجليز. ملي كنهز ذاك لاسباتيول ديالي وكندير واحد لانسيزوم صبعي يعني ذاك الجهه الفوقانيه اللي هبطت على الجهه التحتانيه راه باقه الا سميتو باش كنعرفوا راه كنحس به من ذاك لا الخليط كيبدا يختار معايا كيبدا يختار. ثاني حاجه كتحس به من التحت كتحس به ملس ليس هذيك سميتو صافي كنحيدو اون فوا كنحيدو من فوق العافيه كنسقطر هذاك لاجيلاتين كنعصرها مزيان وكنزيدها فيه مزيان. ملي كنزيدها فيه كنحرك مزيان حتى كيولي ذاك الخليط ديالي اوموجين كنخليه كيبرد شي شويه. كتكون عندي مثلا غنديرو مثلا بالشوكولا مثلا كندير واحد 300 غرام ديال الشوكولات مثلا كنديرها في باماري كندوبها بوحدها. ملي كدوب كنخلطها مع ديك لاكريم اونجليز باقا شويه شاده باقا دافيه سخونه مع ديك الدرز درت لا جيلاتين كنزيد ديك 300 غرام ديال الشوكولات مذوب الشوكولات مذوب وكنشوف نوار يعني الشوكولات الكاليتي يعني الانسان يختار لك الشوكولات الاسود اللي يكون من نوعيه مزيانه ما يكونش ذاك تنقولوا سكر شوكولاتي ولا ما يكونش ذاك البرد شوكولا فهمتيني يعني كناخذوا الشوكولا شوكولا نوار يعني فيه الكاكاو يعني اكثر من نسبه كبيره نسبه كبيره في واحد 75% وتعطي ذاك المذاق المروريه ديال الشوكولاته ديال بصح المذاق المروريه ديال الشوكولاته مزيان. كندوب هذاك الشوكولاته كنديرو مع ذاك الخليط صافي كنخليه كنساه ولا نحطو نخليه تيدفى شي شويه وسميتي برد شي شويه وكذا نحطو في الثلاجه باش يشد في راسو مزيان. كندوز لاكريم لاكريم فخيش كتكون عندي لاكريم فخيش وعندي ديجا عندي ديك 8 ديال البياض البيض البياض ديال البياض هذا كنطلعو كندير مع واحد القبيسه ديال الملح ياك وكنطلعو كندير معاه واحد المعلقه ديال السكر معلقه ديال السكر سنيده كندير معاه كنطلعو كندير لاكريم فخيش يكون عندي لاكريم فخيش يعني الميغانك ديالي تنطلعو بديك الثمنيه ديال البيض باش ومع الطريقه كنا ديال الملحه وشويه ديال السكر علاش ديك الطريقه ديال الملحه باش كيعاوني وثاني حاجه ذاك اللي كنقشي معاه شي شويه ديال الصفر ديال البيض وكذا كيتهرس كي كي حيت الملحه اونتي كواغينو يعني كيدوب لي ذاك الصفر ديال البيض. وسيدي انا عند الادوات والالات مثلا تقدر تستعملو طرب لي يداوي ما طرب لي يداوي كهربائي حرام عليك على اليد حرام عليك خلي شويه تحر حرام عليك خلي شويه حاجه عمليه دغيا مسكين تعب لك الكهربائي يكون افضل دغيا داك الباتور تيضرب لها كاع الديور عندهم كهربائي عندك هذاك يعني سهل المامور يعني غنخلط ولا خلاص الا عندك الخلاط الكهربائي الكبير ممكن كذلك تستعمله هذاك سهل ياك هذاك سهل في ساعه دغيا في ساعه في ساعه عندي عند هذاك الوقت غير الوقت ديال لاكريم اونجليز اللي كتحس حتى هادشي الالات كتساعد صراحه معلوم معلوم وتا النتيجه كتختلف فعلا ياك فعلا علاش الطريقه اليدويه كتعيا شي شويه اما كتعيا شي شويه كتقدر طيح لك تقدر ما تطلعش تقدر كذا تقدر كتاخذ لك الوقت وكتعيا اما الطرار الكهربائي عنده واحد لاكادونس عنده واحد الوتيره ايقاع معين كتمشي عليه صافي ما غيعيا ما يسخف طيب خلطنا قلنا دابا الميرانك ديالنا طلعنا لك كريم فخيش غنطلع في الفلورات يعني غادي ما ندير في لا السكر لا والو علاش لان ديجا عندنا السكر ديجا عندنا السكر فيه شويه ديال السكر وديجا السكر كاين في لا اذا ما كثروش بعدا السكر ما كنكثروش داك الشيء كنجيب داك لاباري ديالي ديك لاكريم اونجليز اللي فيها الشوكولا والجيلاتين كنبدا نخلط ديك لاكريم فخيش بشويه بشويه لاكريم فخيش مع داك المورانغ وكنبدا نخلطها كندير اما بسباتيول بسباتيول اون با داك الخشبي ولا كنستعمل كاع الطراب اليدوي الطراب اليدوي بشويه بشويه هنايا تنحركو انا دابا غير نخلطو المقادير كنخلطو ديك المقادير ثلاثه المقادير اللي عندي هي كنجمعوهم صافي كنجمعها كنجمعها صافي وكنخليها حتى كتولي كيبان ليا صافي صافي ولا شكل لاموس غير غادي نخشيها في الثلاجه قبل ما نخشيها في الثلاجه كنديرها في الديرامكا ولا دوك الكويسات ديال لي كلاص كنبدا نعمرهم فهمتي كنبدا نعمرهم ندير لهم شويه لي فخويساك مثلا من الفوق اللوز مهرماش ولا كندير بيستاش ولا ندير انواع مثلا شكلات مثلا حبيبات داك اللي كيتباع شكلات ولا الفيرميسات شوكولا بيسكوي ممكن ولا دار كاع البيسكوي مثلا صوبوا شي بيسكوي في الدار نيت ولا شي حاجه بيسكوي ديجا كيكون كيتباع ولا شي حاجه وكان شي كوكيز فيه شكلات حاجه مسيوله صافي بقينا نقلبوا على الكوكيز ونقلبوا على وانا كنعطيهم افكار كنعاونك مزيان مزيان
انا زعما هادشي الزواق. لا الزواق ضروري ضروري. حيت العين كتاكل قبل بعدا بصراحه. الخوخ كاين دابا داك سميتو شي هديه، كاين البرقوق، كاين كذا، يعني ندير واحد تيت سلطه فروي من الفوق حتى هي نقدر نعسلها شي شويه، ندير واحد المعلقه ديال العسل الحر حتى الانسان داك العسل الحر مع الصيف وكذا كينتعش. سميتو خاصه العسل ديال الليمون، العسل اللي عطا الله موجود، العسل الحر اللي النكهات اللي بغيت، النكهات اللي بغيت صافي ونحطها في الثلاجه كتبرد كتبرد وبالصحه والراحه. نخليها كيك ولا نعاود نزوقوا بلا كريم شونتي ممكن الا بغيت؟ عندك لا كريم شونتي لداخل غتزيدي لا كريم شونتي. لا كريم شونتي، لا كريم شونتي راه اللهم الزواق. كاين اللي كيعرف غير كلاص غير ديك القبه اللي كتكون فوق. ما عنديش مشكل، لا كيواسع النظر والمستمعين لا واسع. طيب هما المستمعات عندهم الخيار يختاروا اي حاجه على بالهم، وقلنا كاين بزاف ديال الاختيارات. بزاف ديال الاختيارات، دخل فواكه، دخل غير شكلاط، دخل غير نقدر مثلا دابا شكلاط، نقدر مثلا الفواكه كنصوم دي جو ديال الفواكه ولا لي كومبوت ولا لي كولي ديال لي جو ديال 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 الفواكه ديال الفواكه، وكنخلي كنعسلو وكنخليه كيولي بحال شكل سائل فهمتيني، ونسخنو شي شويه، من نسخنو كندير معاه الجيلاتين. هذاك اللي كيجي على شكل طبقات ممكن غير الكل ديال لي فخوي، ممكن ناخذ لافريز، ممكن ناخذ الخوخ. انا كتصوبي لا كريم اونغليز. دابا لا كريم اونغليز شنو ندير الطريقه باش نصوب؟ باش تصوبي كتصوبي لا كريم اونغليز مزيان اللي هي تكلم عليها في الاول. في الاول هذيك لا كريم اونغليز كنقسمها على ثلاثه فهمتي؟ كنقسمها على ثلاثة، مثلا كندير النكهة ديال الشوكولاتة، عندي واحد وحدة كندير لها النكهة ديال الشوكولاتة، الثانية ندير النكهة ديال الفريز مثلا، النكهة نخليها فاني فهمتيني؟ نديرها غير الفاني ولا الروح ديال الفاني ولا كذا، نخلي سميتو ياك، وداك لاكريم لاكريم شونتي وداك المراق اللي عندي كنقسمو على ثلاثة، كنكومبوري هذا بوحدو، كنجمع هذا بوحدو، نجمع هذا بوحدو فهمتيني؟ صافي كيولي عندي شكل لاموس. مثلا كان الجيلاتين كنديرها في لاكريم، الجيلاتين اللي عندي كنديرها في لاكريم لاكريم اونغليز ياك، وكنقسم ديك لاكريم اونغليز كيف ما قلت، وكندير النكهات صافي، وكنبدا نصب الطبقات ديالي. كندير مثلا كاس، كندير مثلا كندير مثلا الشوكولا هو الاول، كنأجستيه شويه، كندخلو شويه برد ونخرجو عاوتاني، كندير عاوتاني مثلا نكهه ثانيه ديال الفريز مثلا، وكنخليه شويه يبرد شي شويه، علاش باش ما يتخلطش ليا مع تيكون باقي سخون او كذا، نخليه شويه كيبرد ونعاود نزيد ندير النكهه الثالثه مثلا ديال الفاني. ايه ياك، ديك الساعه نزوقها. وهي عندي ثلاثه ديال الطبقات بالوان مختلفه. ثلاثه ديال الطبقات مختلفه، ولا كدير مثلا جورينوي، كنقولوا حنا تسمى جورينوي. جورينوي مثلا فيها الشوكولاط والشوكولاط وفيها الفاني ولا الشوكولاط ابيض ولا سميتو، حتى هي كدار فهمتيني، يعني كدير الالوان. هنا مثلا كتبغي دير مثلا كما قلت نكهات ديال الفروي، من الاحسن تصوب العصير. كيفاش طريقه مثلا؟ عصير مثلا مثلا عندي مثلا بغيت ندير البنان. اييه مثلا البنان كنصب عصير البنان. بالحليب والبنان؟ بالحليب والبنان وكذا، كنصب السكر المسائل، كنصب لا كريم اونغليز ديالي، كنشد داك العصير كنسخنو. ملي كنسخنو كندير معاه لا جيلاتين. كندير معاه الجيلاتين حتى كيعقد لي، وكنخلطو مع ديك لا كريم اونغليز، وكنزيد سميتو لا كريم فخيش، وكنزيد داك المرانغ ديالي وكنطلعو. هذه سهلة هذه. سهلة سهلة. وهذه عجبتني الفكرة، يعني عصير ديال البنان مع الحليب والسكر ولا كريم اونغليز اللي رانا وجدناها، كنخلطوهم مع بعضياتهم. اها نغير حنا طلعنا ديك تسمية البيضات كنا مع السكر. مرانغ ولا وكندير لا كريم فخيش. ولا كريم فخيش. نعم. فقط لا غير. وهذه عندي نكهة البنان، ممكن نكهة البنان وكذا نوع كذا يكتب في الكويسات ديالي اللي غنقدمهم للناس. كاينة الطريقة الأخرى اللي قلت، الطريقة الأخرى ديال الأباريا جينواز. كنديرو مثلا 6 ديال البيضات. هذه فيها 6 البيضات. 6 ديال البيضات. 6 ديال البيضات كنطلعو مع السكر، 6 البيضات كنديرو 150 غرام ولا 200 غرام ديال 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 السكر. كنطلعهم. مع شحال ديال السكر؟ 150 غرام. 150 غرام. على حسب الحلاوة اللي بغيت. أيه؟ أنا ندير أنا كندير لها 150 غرام. أنا كنبغي الحلاوة شوية ناقصة. كندير 150 غرام ديال السكر، صافي وكنطلع. بالطراب الكهربائي كنطلع بحال كنطلع لا جينواز، غنزيد عليها سميتو لا فاري. كيتزاد الحجم ديالو. كيتزاد الحجم ديالو، يعني ملي كنضرب كيطلع. ملي كيطلع ليا هذاك هذاك لاباري، اشنو كندير؟ كندير النكهات، اما ندير الشوكولا
كندوب الشوكولات ويا اما ندير مثلا يعني كيف ما قلت يعني ندير مثلا الفواكه كولي ديال الفريز نقدر ندير مثلا عصير مثلا ديال التفاح ولا الباناشي ولا ندير اي حاجه بغيت المهم ولا الافوكا ولا سميتو على حسب النكهه اللي بغيت صافي كنخلطها مع ديك لاباري قبل اسمحي لي قبل ما نخلطها مع ديك لاباري ديال السكر والبيض اشنو كندير سميتو كنشد كنسخن هذاك العصير ولا كنسخن داك الكولي كندير معاه لا جيلاتين ندير معاه مثلا 4 الورقات ديال الجيلاتين كنخليه حتى كيعقد شي شويه كنخلطو مع داك لاباري جينواز داك البيض والسكر ملي كنخلط صافي كيولي داك الشيء اوموجين كنزيد لا كريم شونتي ديالي كندير لا كريم شونتي كنخلطها صافي ملي كنخلطها كتولي كتبان لي كتعقد هنا كنستعملوا لا كريم شونتي ضروري لا كريم شونتي يعني باش تنجح هذه راه ضروري لا كريم شونتي كندير لا كريم شونتي كتعقد ملي كتعقد صافي كتصوبيها في كويسات كدير الديكور اللي بغيتي وزينها بالطريقه اللي بغيتي يعطيك الصحه شوف حنا عطينا بزاف ديال الاختيارات بزاف ديال الطرق لتحضير انواع المثلجات في الدار وكيف ما قلتي على الاقل كنطمئنوا على وليداتنا وعلى حتى العائله ديالنا اللي غادي تجي عارفين شنو محضرين وحتى الكميه الاقتصاديه يعني غادي تعطينا بكميه كبيره نقدروا في اي وقت بغينا نسبيو مثلا ديرها مثلا تاخذها مثلا ديرها مثلا في واحد البول كبير وديرها في فريغو وقت ما بغيت او جوني الناس غادي نجبدون واحد كويار كتجي كدير مثلا واحد شويه يعني دي مورسو ولا دي راسيون وكتعطي للضياف ولا كتعطي مثلا الوليدات الصغار من تكون وكيجي متول حتى طريقه مثلا الا بغينا ديسير فاود ما نديرو غير ديسير عادي ممكن نقدموا هذا المثلج بالصحه والراحه ان شاء الله المستمعات يكونوا قيدوا معنا الوصفه وحنا دائما مع الاطباق اللي هي سهله واقتصاديه وخفيفه واللي كتناسب الاجواء ديال العطله الصيفيه يعني اطباق منعشه في نفس الوقت عندكم اي سؤال عندكم اي طلب شيف مرحبا والف مرحبا غادي نفتحوا خطوطنا للتواصل مع الشيف ديالنا على ارقامنا 05 22 31 33 33 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. بعد المثلجات او الكلاس شنو اقترحنا الموالي غادي يكون شيف؟ غادي نخليه نيت غالي في المثلجات وندير واحد بتيت كنسميها واحد لونتخومي صغير هو هذا ستان ديسير هذا كيدار مثلا في الغداء وكذا مثلا كتسالي كدير الديسير ديالك مزيان كنصوبوا هاد لاموس هادي اللي كنا صايبنا مزيان كنصوبوا هاد لاموس كنصوب لا كريم انجليز لا هاد لاموس اللي صايب يعني هاد لي كلاص اللي صوبنا النتيجه اللي خرجنا بها هادي النتيجه اللي خرجنا بها نختاروا منهم واحد كلاص ولا نختاروا منهم واحد نوع اما الشوكولا اما الفاني اما الفريز مثلا هنا كنصوب واحد بيسكوي ولا كنصوب واحد مثلا صابلي واحد لاباط صابلي كنصوبها ما باسابلي معروفه كيفاش كنصايبها نكر بالمقادير ديالها عندنا مثلا 300 غرام ديال السكر 300 غرام ديال الفارين كنديروا 150 غرام ديال الزبده 120 غرام ولا 125 غرام ديال السكر وبيضه صافي واحد قميصه ديال الملح يعني الطريقه باش كنخدم انا هاد سميتو كندير لافارين الاولى كنخلط معها السكر كنزيد نحط طريفات ديال الزبده عاديه سبيسيال عاديه وكنبدا نخلط كنخدمها بصبيعاتي كنبدا نجمع مزيان وكنبدا نكسكس فيها يعني باش تولي كنصابليها من بعد كندير لها بيضه حرمله يعني العجين مرمل وهذاك إيه؟ كندير سميتو كندير بيضه يعني ملي كندير بيضه كنجمعها هذيك البيضه غنجمع ديك العجينه يعني سوري سيرتان انا غتجمع ديك العجينه هذيك البيضه كنجمعها وكنبدا نفريزيها كنبدا يعني كندلكها كندلكها حتى كتولي ليا اوموجين كتولي ليا لاباط رطبه كنجمعها مزيان كنديرها في السلوفان ونخليها تبرد شي شويه ونخليوها تبرد شويه ياك ندخلوها الثلاجه وحنا راجعين باش المستمعات يتذكروا فين وصلنا راجعين بعد فاصل اشهاري قصير ودائما اللي باغيين يتواصلوا معنا على ارقامنا دائما المعتاده اي سؤال عندكم اي طلب عندكم اي اقتراح دائما على راس والعين على ارقامنا 05 22 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 05 22 30 30 00 راجعين بعد
طيب رجعنا معكم لليتي الحدقات ودائما مع فقرتنا جشركو الطعام وصفات اللي هي اقتصاديه وسهله وخفيفه وكتناسب الاجواء المنعشه ديال العطله الصيفيه. خليناها في العجين في الثلاجه ياك، خليناها كيبرد. ولكن عرفتي اش غدير؟ غتعاود لنا العجينه من الاول. غنعاود ابراهيم غيقيد. لا السي ابراهيم وصاتو المدام قالت لي جيب الورقه والستيلو قيد. يلا وانا هذيك قلت لها عاود لي العجينه، عاود لي العجينه الاولى قبل ما تبداو. نسات السكر؟ لا ما نسات السكر، لا والو، ونعاودوا للعجينه. يلا عندنا لا 300 قيد قيد. راكي قيد، راكي قيشر دار السيل. سويت. عندنا لا 300 غرام ديال السكر. 300 غرام ديال لا لا ديال الدقيق ما يخرج على السي. لا 300 غرام ديال الطحين. ديال الطحين عندنا سيدي 300 غرام ديال الطحين. ايه وعندنا 150 غرام ديال الزبده، يعني ديما 300 غرام ديال الطحين كنصوا زبده ديما، هذه في قاعده في العجينه. عندنا 120 غرام ل 125 غرام ديال السكر. ديال السكر وبيضه وبيضه قبيصه ديال الملح. الطريقه ديال التحضير ديالها كندير لافارين، كنغربلها شويه، ضروري نغربل اي حاجه خصنا ضروري في لاباتيسير خصك تغربل الطحين. نغربلوا الطحين ياك، كندير في اناء، كندير معاه السكر داك 120 غرام ولا 125 غرام ديال السكر، وكندير معاه الزبده ديك 150 غرام ديال الزبده، وكنقطع طريفات هذيك الزبده. والزبده ما تكونش قاصحه ياك، ما تكونش قاصحه، واخده لا تمبيراتور ديال لاكويزين باش تعاونني حتى في الخدمه. نعم أيه. كتكون مولي شويه، كتكون رطبه. من بعد كنبدا نقطعها وكنبدا نخدمها بصبيعاتي. كنخدمها بصبيعاتي مزيان، كنخدمها كنبدا نكسكس فيها، كنصابليها. ملي كنصابليها كنصابليها مزيان حتى كتولي عندي بحال شكل الرمله، يعني صابلي. من بعد كندير ديك البيضه، البيضه ديالي كنجمعها. صافي ملي كنجمع ديك البيضه ديالي مع ديك ديك العجين كيتجمع، وكنبدا ندلكها، كنحطها في البلانشا ولا في البلاصه اللي كنخدم. كندلكها كندلكها مزيان حتى كتولي عندي عجينه رطبه. ملي كتولي عندي عجينه رطبه كنديرها كنجمعها، كندير كوره وكنديرها في السلوفان ونحطها في الثلاجه باش تبرد، حيت فيها الزبده باش تقبض وما تعاون في الخدمه. خصها البروده باش تقود في راسها مزيان. ملي كنحطوها كتبرد، ملي كتبرد كنخلي واحد الوقت ديال نص ساعه ولا سميتو، كنخرجها من الثلاجه وكندير في البلون ترافاي ديالي مثلا. في البلاصه اللي كنخدم كندير شويه، ما ندير شويه لافارين بزاف، حيت لدات لافارين غنزيد نقصها. يعني ما كتبغيش الدقيق، صافي داك الدقيق اللي عطيتها شويه خفيف بلا ما تعاون لي في تسرح العجينه. غير داك الدقيق اللي عطيتها راه كافي ليها، غير شويه باش تعاوني في التسرح. صافي كنطلقها. ملي كنطلقها كندير واحد المول، واحد لومبورت بياس، كنبدا نقطع على شكل دائري. كنقطع على شكل دائري. ملي كنقطعها صافي كنحطها في واحد بلاك اللي غادخل الفران. صافي كنخلط اللي غتمشي الفران مدهونه. ها نعم مدهون، ما ندهنها ما والو، ما ندهناش، كندير لها بابي سولفوريزي ولا بابي كويسون، كنحطها من الفوق صافي وندخلها الفران طيب. صافي كطيب، كنبغيها طيب. ملي كطيب عاد كنصوب لونترومي ديالي. كنصوب واحد الكولي ديال من داك الفروي اللي غندير، مثلا غندير الفريز. مثلا غندير الفريز، غندير الفريز كنشد الفريز ديالي كنقطعو، كنقطعو طريفات طوال. ياك كندير داك لاموس، لاموس اللي عندي اللي صيبت مثلا ديال الفريز، كنديرها من البوش. البوش كنديرها مثلا من الوسط، جايب الحلواني، انا كنعمرها بديك اللاموس اللي كنعمرها يعني سميتو. كندير وكندير داك العجين الاول، حيت كندير فوق ديك الصابلي اللي انايا طابت لي وخرجت ليا، كندير الطبقه الاولى. يعني كندير غير شويه ديال لاموس، ما نعمرهاش بزاف، ما نعمرش بزاف، كندير غير شويه ديال لاموس كندوز عليها وكنحط دوك الطريفات ديال الفريز. كندير داك الكولي ديال الفريز كيكون ديجا عندي مصيب ياك معاقد، كنكبو من الفوق. الكولي سهل يعني، كايب الفخاز، عاب الفخاز والسكر، وكنخليه كيطيب حتى كيولي على شكل كولي، كيولي سميتو. كندير واحد المعلقه ديال الكولي. نقدر نطحنو ونصفيه؟ لا طحنو وصفيه ياك، ماشي مشكل. ولا كطيبيه في الكويره كيبان، ولا كطيبي الفريز، كطيبي الفريز مع السكر كتعسليه. ملي كطيبي كدوزيه، يعني كدوزيه في الا بغيتي تطحنيه هذاك غرضك، ما بغيتيش كندوزوه في داك الطامي، كندوزو في داك الصفايه وكنبداو نعكو. صافي حتى كيهبط لي داك داك الكولي مزيان، وكنحيد. صافي هذا هو الكولي ديال الفخاز، ما فيش حاجه كثيره، ما فيش شي حاجه كثيره. مزيان كندير واحد شويه ديال الكولي وكندير نزيد شويه لاموس. جبت لاموس بحال كنغطي داك الريوس ديال، ما كنغطيهش كامل، غير شويه غير شويه، وكنحط
داك سميتو داك لاباط ديالي حيت لاباط غتكون مرطبه. ايه لاباط سميتو كنحط ديك لاباط من الفوق بسكوي سابلي باش السيده تفهم. نعم. بسكوي سابلي من الفوق بعد ما درنا الطبقات هادو كاملين فيه لاموس فيه الكولي كنا ديال لافريز فيه الفخيز فيه الفخيز طريفات طريفات وعاد الكولي من الفوق وعاد الكولي من الفوق هذا كنحطو من الفوق عاوتاني كنحطو ديك هذيك سميتو ديك البسكوي ديالي صافي ملي كنحطو صافي كنبدا نديكوري كندير شويه لاموس كندير طريفات ايمانسي مثلا ديال الفريز وكندير الكولي كنزوق بهذاك الكولي ياك صافي كنحطو يعني كتجي طبقات طبقات صافي كنحطها في الثلاجه كتبرد شي شويه باش تقعد في راسها. اييه صافي كنحطها ونقدمها على شكل ديسير. ديسير في الاكل ديالها كتجي سهله مهله وسهله بخاتيك زعما قدرنا كلها معلومه تاكلها غادي تقطعها بالموس والفورشيط طبقات ما عرفتش انا لا ماشي طبقات ماشي نقولش طبقات راه انا بنيت عماره بسكوي بسكوي الثاني يعني كندرو على كلها غير البسكوي مثلا دابا هذا بسكوي مثلا دابا هذا عندي بسكوي هذا كندير سميتو لاموس كندير لاموس انا شويه ما كنديرش لاموس ممكن نطلع راه شويه غير شويه غير شويه ديال لاموس وكن سميتو كنحط طريفات ديال لا فريز راه كتكون واحد ليبيسور ماكملاش واحد مثلا واحد 4 ديال لي سنتيم فهمتي 4 سنتيم ما كتكونش سميتو وعاد ملي كدير الكولي كتحط من فوق من نوع ثاني داك لا بسكوي اخر بسكوي اخر صافي كدير بنفس الطريقه اللي درتها في هنا كدير غير سميتو غير داك لاموس وشويه داك الفريز كتقطعو رقيق كتحطو من الفوق كدير لي فخويساك عاود ثاني وكدير تزوقو بال سميتو كتزوقو بهذاك الكولي بهذاك ديال الفريز وبالصحه والراحه. قس على هذا اي حاجه بغيتيو في الفواكه نعطينا غير لافريز ممكن دابا تبارك الله لا سيزون فيها بزاف ديال لي فخوي اختاروا خوخ اختاروا برقوق اختاروا اي حاجه على بالكم وهكا كنديروا بزاف ديال الانواع وبزاف ديال الاشكال. نعم. والمناسبات كذلك على الابواب ممكن كذلك نحضروا حتى في نعم تحضر مثلا دير مثلا وحده انديفيديال ماشي انديفيديال دير وحده كبيره فهمتيني كبيره وصافي كتعمريها تقدر دير مثلا لاباط فيتي تجي كذلك تاهي بورقات تاهي تجي بلاباط فيتي بلاباط فيتي لاباط فيتي كتجيش كمي الفوي ديال الخوي حيت لي فمي يعني تقدر تجيبي على شكل مي الفوي امبيكاب كتجي سميتو كدير الفوندون من الفوق فهمتي كدير لافوندو من الفوق كدير مثلا الشوكولا وكذا وكدير ديك الخطيطات. تبارك الله عليك شاف شهيتينا فهاد الوصفات كاملين هاد الصباح وحنا مع المستمعات والمستمعين تنتمناكم دائما تكونوا معنا بالف خير وتكونوا كتقيدوا معنا الوصفات ودائما كنقول سمحوا لنا فعلا لسيدات فضائيه خاصه الحوامل والناس اللي كتشهى ولا الناس اللي كتذوق معنا هاد الوصفات يسمحوا لنا ياك. أيه. لان هذا هو طبيعه البرنامج معنا ما نديرو معنا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اختي سوميا كريمو. صباح الخير. مرحبا. بارك الله فيك تحية ليك وتحية لابراهيم رقيق وتحية للشيف بن صبر. أم العيد مرحبا بك. بارك الله فيك اختي سوميا لاباس عليكم. الله يبارك فيك الحمد لله. كي دايرة هوارة؟ نعم. كي دايرة هوارة؟ الحمد لله بخير وعلى خير. كاين شي صهد كاين شي صيف كاين؟ الحمد لله على الحراره غير شويه ولكن الحمد لله على كل حال. ايوا الحمد لله الحمد لله هذا وقتها وما عندنا فيها حتى شي اشكال. تفضل لاله مرحبا بك. جمهور مرحبا بكم. ربي يخليك ام العيد الله يخليك. مرحبا بك. بارك الله فيك. تفضلي شي سؤال شافين. بن صبر. نعم لاله. عندي لك طلب بعد السيدات راه طالبين منك بيتزا اللي قالوا لك اللي كتجبد بحال لاستيك. اييه. عرفتيها؟ بيتزا بيتزا اللي كتجبد بحال لاستيك. اللي كتجبد بحال لاستيك. هذه غريبه. هذه غريبه. يعني وبعد السيدات راه عندنا بزاف البيتزات وكنديرهم وكيصدقوا رطبين وزوينين ولكن بغيت هذيك البيتزا وبعد السيدات راه بزاف. واحد الوصفه جربتها ديال الكالامار في رمضان تعطات في بعض القنوات وجربتها وما جاتنيش هي هذيك. وكنشكرك انا بعد الوصفات كنجربهم ديالك وبعد السيدات كيجربهم راه كيشكروك وكيقدموا لك التحيه والسلام. الله يحفظك لاله. يا كريم والطاقم ديال اذاعه تيمي فيم اللي كتجيب لنا الناس اللي تبارك الله في المستوى تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك لاله ام عيد وربي يخليك وشكرا بزاف لك على الاتصال. والسر يمكن ديال البيتزا اللي كتجبد فحال هذيك فاين هذيك؟ السر ديالها في الفرماج. موتزاريلا ياك. موتزاريلا هذا يقول لك يخلي تجبد. ولكن عطاني واحد الطريقه اخرى تقدر ديرها غتزيد تجبد. تزيد تجبد. غادي نمشي وناخذ اتصال ثاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير سيدي مرحبا.
بخير حلبة. الله يبارك فيك. الحمد لله. انا بغيت ندوي مع الشيف بن صابر. ها هو معاك. مرحبا مرحبا. بخير سي عبد اللطيف. الله يحفظك اسيدي. الله يسك بخير ديالي. الله يحفظك. الو الو معاك معاك. ما قلتيش عليا وقيله. الصوت الصوت مغربي ديالي في الصوت مغربي اوروبي. اييه كي داير مولاي؟ بخير والله الا والله الا الصوت مغربيش وعندك وما كاينش شي الخط. بغيت غير نسلم عليك ونقول شكرا بزاف. الله يحفظك اسيدي. الله يجزيك بخير. الله يحفظك مولاي. كلشي بخير بعدا. الله يحفظك مولاي. الله يجزيك بخير ونشوفك ان شاء الله عما قريب. وراك منور ومعك لاله سميه. نعطيك الخير. الله يحفظك. الله يحفظك. نتمنى على المستقبل ديالك المهني. فين وصلتي دابا؟ الكرام بداكشي ديالنا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يجزيك بخير. قلت لك دابا المشوار ديالك المهني ان شاء الله فين دابا كتشتغل؟ شنو كدير؟ دابا المشوار المهني انا انقطعت على الكوزينه ودابا كنمارس المهنه ديال الوالد وداكشي خدام معاه في المحل ديال هذا لا محل ديال التكزار. عبرتي انت يا عبرتي. المحل ديال التكزار دار قال لك حرفه بو ولا غلبو. هي ديما ديما ولكن واحد مره ندخل الكوزينه. لا ولكن واحد القضيه واحد القضيه راه المهنه ديال التكزار راه لا باز ديالتها راه ما كانش المهنه ديال التكزار هي لا كوزين باش يعرف يعني راه سميتو راه لا باز ديال الكوزينه من سميتو عرفتي كيفاش يعماري ها نعم. وصراحه وصراحه ايوا شكرا بزاف. الله يبارك فيك. الله يحفظك. ان شاء الله كنتمنى لك مستقبل طيب وتنجح في المهنه ديال تكزرت ما شاء الله المهنه ديال الاب ديالو. فعلا احنا دائما كنفتخروا لما كنشوفوا طاقات شابه ما شاء الله كيمشيو على المنوال ديال والديهم وعلى الحرايف اللي كانوا كيديروا. صراحه انت الجروب اللي كان الجروب هو وكان سميتو باقي لحد الان والله بين لي جروب اللي قريت زعما من ذاك النوع اللي كيحبوا الميدان وكنتمنى لهم التوفيق زعما صراحه. كنتمنى لهم التوفيق يا رب امين. نمشيو ناخذوا اتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اخت سميه. صباح الخير. صباح سعيد الاخت سميه. الله يبارك فيك. ونحيي الطاقم الاذاعي ان اف ام وصباح الخير الشاف. الله يحفظك. لا لا كلشي بخير. اختي فاتحه من وجده ياك. صباح سعيد. صباح الخير. مرحبا بك الشاف. والله ما فهمت اسمح لي انني بغيت تشرح لي لاباتساب لها لاباتساب اللي كنديرها. نعم. ولكن انا كنديرها بلي ندير لا كريم باتيسيير هي كتجي زوينه وندير لي فخوي ومن بعد ندير لها هذاك يعني ندير الماء السكر وكندير لها داك باش يبقى الوجه بغيو. ولكن هذه لا باتساب اللي فهمتها ونوضع سميتو لا كريم لا كريم موس. نعم اييه. ما فهمتش لا كريم موس واش هي هي ماشي لا كريم انجليز. لا 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 كريم انجليز. مولاها عطيتنا ل عطيتنا ل هذه عطيتنا ل المارانك. اييه. وفينا هي مازال ما فهمت فيها هي. كلفتيها في المراحل. كلفت في المراحل. داخت فاتحه ما تلفت كاع المراحل. لا لا فاتحه لا لا فاتحه انا غادي نقولها لك من نعاود لك راني معاك في الخط والكولي راني كتبته بالين هذاك اسهل ما كاين. اسهل ما كاين. المهم الكولي الكولي راه اسهل ما كاين يعني كتكون كتوجدي مزيان لا كريم اونغليز. عرفتي كيفاش كنوجدوها؟ هاني كتبتها فهمت لها الطريقه. مزيان الطريقه عارفها كيفاش كدير ليها؟ لا فهمت لها صح. مزيان وداك الشيء كنخلي كنديروا فيها الجيلاتين باش كذوب ديك لا جيلاتين. مزيان. الو هاني معك. واه مزيان مزيان. ها هي حنا درنا لا كريم اونغليز درنا فيها لا جيلاتين. مزيان. دابا عندك الكولي موجود عندك داك داك حيت في لا كريم اونغليز درنا 8 ديال الصفر البيض. بقى عندنا البيض ديال البيض. نعم بقى عندنا دابا البيض ديال البيض ياك. هذاك البيض ديال البيض ياك داك البيض ديال البيض كنطلعوه مورانغ شويه الملح وملقه سكر. ها نعم مزيان. عندنا لالا الكريم فخيش. اه الكريم فخيش لا كريم فخيش. اه هذا طلعناها شكل شونتي. مزيان. باردون لا كريم فخيش علبه. اما العلبه اما سميتو اللي كيتباع في السوق. صاف مزيان. دابا شنو عندنا؟ دابا عندنا لا كريم اونغليز هي فيها لا جيلاتين واجداها. عندنا الكولي الكولي ديال الفريز مثلا مثلا الكولي ديال الفريز مثلا وحطينا ابار. عندنا المورانغ ها هو موجود وعندنا لا كريم فخيش هو موجوده. مزيان. كنشدو لا كريم لا كريم اونغليز كنزيدو عليه داك 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 الكولي ياك كنخلطوه كيولي عندي كريم اونغليز ولا احمر ولا فيه داك اللوغو ديال الفريز. مزيان. نعم.
ها نعم احنا درنا ها نعم نيشان دابا كنزيدو المورينغ وكنزيدو لا كريم فريش مزيان كنزيدو عندك لا كريم اونغليز والكولي اللي زدنا صافي كنخلطو داكشي كلشي مجموع كنخلطوه مزيان حتى كيولي على شكل لاموس فهمتي دابا الطريقه واه راني فاهم صافي كنحطوها في الكيسان ولا كنحطوها في دي غامكان انديفيديوال مثلا ملي كنحطوها صافي كنخليوها سميتو كتبرد هنا نعم لا شي سؤال هنا ما دخل لا المجمد لا ولا غير في الثلاجه عاديه عرفت الثلاجه عاديه وغتبرد لك وغتشد تقبط علاش لان فيها الجيلاتين بغيتي تدخليها المجمد هذاك احسن انا كتربحي فيه الوقت صافي مزيان والله يعطيك الخير وحنا والله الا كنتمتعوا ماشي راه كاين كتب وكاين السيت نشوفه ولكن حنا كنتبعك هكا وكنكتب انت والاخت سميه والله الا كنتمتعوا وهذه حلاوه المباشر ياك لاله فاتحه هذه حلاوه المباشر كنتشاركوا معكم هذه الجلسه هذه وكنتقاسموا الوصفات يعطيكم الخير ان شاء الله تجربوها بالصحه والراحه غناخذوا اخر اتصال باش نجاوبوا ام العيد بيتزا اللي كتجبد ما نساوش ونديروا شي ماسك على الوجه ونبعدوا بعد الو صباح الخير صباح الخير اختي سميه صباح النور سيدي مرحبا بك دايرين بخير الله يبارك فيك تحيه للشيف ديالنا الله يطول عمرك مرحبا سيدي مرحبا بك تحيه الراديو ام اف ام راديو ام اف ام تحيه لجميع المستمع والمستمعات يعطيك الخير يا سيدي مرحبا بك الله ينصركم وعواش مبروك علينا وعليك كل ما تمنيتي الله يبارك فيك تحيه للشيف راه كنشكرو جزيل الشكر وراه انا متتبع على راديو ام اف ام ما شاء الله والشيف ديالنا يعطينا شي كيكه ولا شي لبن نديرو شي قهوه في العشيه ولا ما يدخل كوزينه ما يدخل كوزينه شرفنا بالاسم كريم بعدا غير تعرفوا عليك ما تكون غاليه الشيف ما تكون غاليه بزاف ما تكونش غاليه وما تكونش صعيبه عليك انا شوف شوف انا ما الله يحفظك اختي سميه يعطيك الخير غير شرفنا بالاسم كريم تشرفوا الزغم محمد جماعه دكازاي نواحي مراكش نواحي مراكش تحيتنا لك خويا محمد والعائله ديالك وشكرا انك انت وافي في الاستماع الله يبارك فيكم وتحيه لكم والله يعاونكم الله يبارك فيك الهلا اختك صباحك مبروك معكم على طريق الميديا الله يبارك فيك ان شاء الله تبعنا عن طريق الميديا وهذا كيتسنى مسكي الوصفه قال لك ما تكونش غاليه وما تكونش صعيبه غادي نعطي شي حاجه بغى يشرب كويزات وقهوه كيكه غادي نعطيوها للكيكه الكيكه اللي نسبقوا الكيكه هي الاولى ولا نسبقوا البيتزا نديروا البيتزا هي الاولى باش نربحوا الوقت باش نربحوا الوقت باش هو ياخذ ورقه وستيلو ويقيد ومن العاده من قبل ويكتسنى نعم البيتزا عندنا العجينه ديال البيتزا معروف باش كنديروا لها هنا الطريقه اللي كندير ليها واللي سميتو الناس اللي جربوها صراحه جربوها عجبتهم هي القضيه ديال العجينه مثلا الدقيق كنديروا الدقيق كنديروا فيه البيض كنديروا فيه الياغورت لو بلاتي نعطيو المقادير مضبوطه شحال ديال الدقيق واخا لا نديروا حنا نص كيلو باش ام العيد تقيد معنا ما تشدنا كيلو ديال الدقيق لا نص كيلو ديال الطحين واخا جوج معلقات كبار ديال الزبده جوج معالق كبار ديال الزبده كنديروا جوج بيضات مليحه مليحه خميره معجونه معلقه صغيره تقريبا معلقه صغيره وكندير سميتو واحد معلقه كبيره ولا جوج معالق كبار ديال زيت العود نزيد نسمها لك سميتو وكندير اما الجبن اما الياغورت مسوس هنا عندي الاختيار لا كنت غندير الجبن كندير درت نص كيلو كندير حك ديال ياغورت مسوس أيه. ما كانش عندي ياغورت مسوس كندير واحد 100 غرام 120 غرام ديال الجبن مزيان هذا ملي كنخلطو هنا غنعجن بالحليب الحليب خاصني نسخنو علاش لان عندي الخميره المعجونه خص يكون ضروري الدوب يكون دافي هذاك داك الحليب اللي غادي نسخنو نحاول نزيد فيه شويه الزعتر ورقه الناموس نسموته هو كنخليه كيتبخ شي شويه علاش بهذاك النكهه ديال سميتو نخليه يدفى من بعد كنعجن ديك العجينه تعرفي كنعجن ديك العجينه ديالي مزيان وكنخليها ترتاح وكنخليها شويه غير ترتاح من بعد غادي نخليها تخمر شي شويه عاد من بعد نقطعها طريفات وصافي وغنبدا نعجن البيتزا مزيان هذه عجينه حنا سالينا من العجينه وهذاك العجينه نقدر مثلا ملي كنبدا نسرحها بالفينو ممكن نسرحها بداك القمح القمح يعني فينو يعني كنسرحها باش العجينه كتوقف مزيان الطريقه ديال صوص طوماط راه معروفه يعني صوص طوماط كيفاش كنصايب انا كنصايب صوص طوماط ديالي مثلا كندير الطوماط
كندير لها بوكي غارني، كندير معها واحد البصيله ياك ما تاشا مقطعه بالقشره ديالها ولا القشره ديالها القشره ديالها بكلشي ليها كلشي ليها كنقطعها كنسميتو كندير البصيله ديالي بصيله ياك كندير بصيله كندير مثلا كندير بوكي غارني كندير واحد الطريفه الباقه المنسمه الباقه المنسمه كندير طريفه ديال طريفه ديال الخيزو كندير الثومه ندير الثومه يعني خيزو باش يحل لنا داك الحموضه ديال الماتيش مزيان وكندير الثومه الثومه وكندير الزعتر زعيطره كندير ورقه سيدنا موسى وكنخلي هذاك الشيء كندير مع واحد شويه الماء غير شويه شويه الماء وغادي نديروا العافيه مهيله خليها العافيه مهيله صافي كنخليه حتى كيهرى حتى كيطيب ملي كيطيب كنشدو كنميكسيه كنطحنو ملي كنطحنو كنباسي كنصفيو الصفايه ملي كنصفي صافي كنصفي وكنمعك يعني كنبدا نفولي باش يخرج لي داك لو جو ديال الشما تاشا كتجي رطبه ما كيبقاوش فيها داك الكورات ودوك الزريعات ولا داك الشيء كامل صافي هذا هو اللي كاين كنخليها كنحطها فوق العافيه كنخليها حتى كتعقد كنخليها كتعقد نزيد عليها واحد المعلقه ديال معلقه كبيره ديال طوماط كونسونطري صافي تعطيني اللون اللون صافي كنزيدها كندير كنكهها ملحه بزار شويه ديال مثلا الزعتر ملح بزاف كافيه حيت اصلا فيه الاعشاب وفيها الباقه المنسمه فيها كافيين طيب شنو المرحله الثالثه المرحله الثالثه احنا كندير العجن كنعجن لاباط بيتزا كندير هادو ميكويس ونخرجها هذا في حال كان عندي الفران ديال الدار فهمتي كندير هادو ميكويس ونخرجها ملي كنخرجها كندير ديك لاصوص ياك كندير ديك لاصوص طوماط وكندير ديك الفرماج موتزاريلا كندير فرماج موتزاريلا وعاد كنبدا نفارسيها عاد كنزيد كندير فرماج موتزار علاش بغات ني كتعلك فهمتي كتعلك يعني حيت السر في الفرماج اللي كتكثر فيه ولكن فرماج موتزار موتزاريلا اللي هو خاص ديال بيتزا حيت كيدير فرماج حمر تيقول لك واه ماهز عادي واه فرماج حمر فرماج حمر عطيه شي واحد بلاصه غيبقى في ديك البلاصه اما الفرماج موتزاريلا لا كتسيح إيه اللي كتذوب كتذوب كتسيح مع ديك لاباط كنعطيها الموتزاريلا مزيان وكنعمرها اما بالكفته شويه الزيتون مقطع شويه الفلفله مثلا بغي نديرها مثلا غير بالليغيوم نقدر نديرها مثلا غير مثلا بالدجاج نقدر نديرها مثلا بالكفته الفرويد مير اللي كان عندي الفرويد مير اللي عندها اللي كاين ولا تخلى غير هكاك خليناها غير بالفرماج وصوص الطوماط كتجي الد من هنا الزيتون والزيت وزيت العود مثلا ملي غطيب كنخرجها كندير لها واحد الخطيه ديال زيت العود وندير لها ندير لها شويه الزعتر الزعتر كيكون كارم كنحكو عليها صافي كنعطيها بالصحه والراحه ونقدموا هذه هي البيتزا اللي كتجبد ما فيها حتى شي سر اخر سرها في الفرماج ياك شاف يمكن ما بقناش بزاف ديال الوقت بقينا جوج ديال الدقائق الا بغيتي نعطيو شي وصفه شي اقتراح شي حاجه نختموا بها حلقتنا ديال اليوم وصفه 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 وصفه, وصفة. كسا نيس كنت نعطي يعني من دخلنا في لي كلاس الكيك الكيك نسينا شوف محمد كيتسنى اليوم قلبت الورقه يا الهي كاتب الكيك شتي كنا غادي نتخاصموا مع محمد من مراكش طيب محمد نتمنى تكون خدتي معنا ورقه وستيلو وتقيد معنا الوصفه انا الكيك انا نعطي واحد المقادير بسرعه خفيفه يعني ديال الدار ديال الدار لاي واحد يقدر يديرها كنديروا لا خمسة ديال البيضات خمسة البيضات هي كنديرو خمسة ديال البيضات كنديرو معاهم كاس ديال الزيت كاس ديال الزيت جوج كيسان ديال السكر اييه مزيان كندير معاه واحد الحك ديال اليوغورت اييه اليوغورت كنختار النكهة اللي بغيت وكندير لي زيت سيترون ياك ولا نحك سميتو الليمون شرط الحامض ولا الليمون الحامض ولا الليمون ياك وندير واحد الكاس ديال العصير ديال الحامض ايه عصير ديال الحامض وكنبدا وكندير معاه ثلاثة ديال الخمارات ايه ثلاثة ديال الخمارات أو أربعة ديال الخمارات صافي وكنبدا نخلط كنبدا نخلط مزيان كنخلط كيولي ديك الخليط ديالي أوموجين ملي كنخلط كنزيد لافارين على حسب الخليط ايه كنزيد الدقيق مع هنا غنحتاج واحد 300 غرام ديال الدقيق ولا حتى 400 غرام ثقيله مجاريه يعني ديما العجينه الكيك راه معروفه كنخلطها كنحس بها ملي كنهزها وكنلقاها كتهبط غير خفيفه وملسه بشويه بشويه كتهبط صافي بركه عليها صافي كندير المول ديالي مدهون بالزبده مدهون بالزبده والدقيق كذا ونكب هذيك سميتو كنزيد مثلا بغا ندير لي فخويساك بغا ندير كذا نزيد نعمرها من الداخل مثلا بالشوكولا ولا شي حاجه بها رخيصه غير بالمذاق الحامض كافيه مذاق الليمون مع الليمون اصلا كتعطيها واحد الطيبه رائعه للكيك وكتكون كتنفخ
طبخ مزيان مع الخميره. يعطيك الصحه شيف، كنشكرك على كل هذه النصائح وهذه الوصفات الرائعه ديال حلقتنا ديال اليوم. نتمنى مستمعاتي تكونوا استفدتوا قيدتوا فهمتوا معنا الوصفات، تجربوها بصحه وراحه. خليكم معنا دائما في الاستماع في المتابعه. ما بقى غير نتمنى لكم بقيه يوم طيب وممتع مع باقي برامج اذاعتكم ام اف ام. عطله ممتعه وسعيده دائما للجميع، في امان.